الصنعة انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولين طولة شمال، كله عالسكة وشغال الضربة القضية هتتشال. الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولين طولة شمال، كله عالسكة وشغال الضربة القضية هتتشال. الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. ده العادي بتاعنا والله، يعني مفيش حاجه جديده، مفيش حاجه مختلفه. الاهلي دايما بيكسب بطولات، الاهلي دايما بيكسب القاب، الاهلي صاحب الارقام القياسيه في اي بطوله شارك فيها. احنا مش ناقصنا غير حاجه واحده بس، ناخد كاس العالم ان شاء الله. في يوم من الايام الاهلي يشتغل على الهدف ده، والناس كلها نفسها ان هي تحقق انجاز غير مسبوق زي ده. لكن فيما عدا كاس العالم، انت اي بطوله شاركت فيها انت صاحب الرقم القياسي، وبايه بقى؟ بفرق كبير، بفرق كبير جدا عن اللي بعديك ايا كان مين هو. ف ده كاس السوبر، وفرحه لسه مستمره. ومساء الفل عليكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه اخرى خاصه جدا بعد فوز النادي الاهلي ببطوله السوبر الافريقي على حساب فريق نهضه بركان المغربي. المباراه اللي كانت اول امس احتفلنا امبارح، وبنحتفل مع حضراتكم وبنشارك حضراتكم كاس البطوله، لان اكيد جمهور النادي الاهلي ده ليه دور اساسي ورئيسي في تتويج اي فريق داخل القلعه الحمراء باي لقب. هو السند الحقيقي، هو الداعم الاول والاخير لناديه تحت اي ظرف، تحت اي ظرف. وجمهور الاهلي مفيش زيه في اي حته تاني. جمهور الاهلي اكتر جمهور بيبقى عارف المطلوب منه، وبيبقى عارف امتى يساند وامتى ينتقد باحترام نقد بناء علشان النتيجه الايجابيه تيجي. وده اللي بيحصل واللي حصل بالتحديد الفتره الاخيره دي، لان احنا الفتره الاخيره دي كان عندنا يعني تعثرات بسبب ضغط المباريات، بسبب اصابات وحاجات كتير، او بسبب التحكيم ما ننساش حاجات كتير. لكن انت في كل الاحوال انت خارج من المرحله دي باكبر مكاسب، ولسه هل هنستكفي بده؟ ما بنستكفاش. هل احنا بنشبع؟ ما بنشبعش. بنزهق؟ ما بنزهقش. هناخد بطولات تانية؟ هناخد كتير ان شاء الله. هنجيب بطولات تانية كتير. الرجاله اللي موجوده والجيل اللي موجود ده ان شاء الله هيسعد كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. حلقه مهمه وعالم وتفاصيل كتير جدا تتعلق بالفريق الاول لكره القدم، وتتعلق ببعض الاخبار اللي بتخص النادي الاهلي. دايما مهم جدا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه. وسؤال مهم قوي بصراحه النهارده، لانه بيخص مستر بيتسو موسيماني. وفي رايكم شايفين مشوار موسيماني المدير الفني للاهلي مع الفريق ازاي؟ ايه رايكم في مشواره لحد الاهلي لحد دلوقتي مع النادي الاهلي بعد الارقام الممتازه والالقاب الكثيره؟ تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وهنتكلم معاكم وناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير من حلقه النهارده كما هو المعتاد. لكن اكيد في عناوين مهمه نروح نشوفها. في ترند الاهلي، اصابه قفشه بجزع في الرباط الداخلي للكاحل وغيابه اسبوعين. ومحمد هاني يغيب 3 أسابيع بسبب الإصابة في العضلة الأمامية. أما في الترند العالمي، ردود أفعال واسعة بعد تتويج تشيلسي بدوري الأبطال. النهاردة في 3 ماتشات بس في بطولة الدوري المصري الممتاز، وكلها مباريات مهمة. أول مباراة هتكون ما بين إنبي والإنتاج الحربي، هتكون الساعة 5، وفي نفس التوقيت مباراة أخرى ما بين سموحة والمقاولين، هتكون مباراة ممتعة جدا، لأن الفرقتين تقال، ومقاولين بيحاول يعني يخرج من المكان اللي هو موجود فيه في جدول الدوري.
وابتدى يستفيق في الحقيقه مع الكابتن عماد النحاس، وكمان مباراه اخرى مهمه جدا الساعه 9 بالليل ما بين الجونه والزمالك. المباراتين الاولانيين ابتدوا خلاص الساعه 5، لكن مباراه الساعه 9 هتكون ايضا مباراه قويه ما بين الجونه والزمالك. دي ابرز واهم المباريات النهارده بشكل عام. طيب عندنا كلام لسه كتير، وعندنا مقدمة مهمة جدا بالتحديد عن المدير الفني للنادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني، وهنتساءل كم سؤال كده مهمين ونتناقش مع بعض في الجزء اللي جاي بالتحديد، بس بعد فترة استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا اطمنكم بس في البدايه على قفشه ومحمد هاني، هم كانوا تعرضوا لاصابات مختلفه في مباراه السوبر، فالنادي الاهلي النهارده اعلن بشكل رسمي عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ ان قفشه عنده جزع في الرباط الداخلي للكاحل ويغيب لمده اسبوعين. احنا تقريبا مباراه الترجي خلاص، هو ام بي كده مش هيلعب ام بي يوم الجمعه، فمباراه الترجي فرص الحقه هتبقى عامله ازاي لو هو هيغيب اسبوعين زي ما الكابتن سيد قال؟ واكيد طبعا كابتن سيد قال كده، يبقى خلاص هو هيجيب اسبوعين، فبالتالي في فرص كبيره ان هو يلحق مباراه الذهاب امام الترجي في تونس، والمفترض ان هي هتكون يوم 18 او 19، الاقرب ان هي هتكون يوم 18 من الشهر المقبل. فبالتالي ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل، لان قفشه من ضمن اللعيبه المهمه جدا والمؤثره جدا في مشوار النادي الاهلي في مختلف البطولات. طيب بالنسبه لمحمد هاني، محمد هاني عنده شد في العضله الاماميه، فهيجيب 3 اسابيع عن التدريبات، وبعد كده ان شاء الله باذن الله يقدر يشارك في تدريبات النادي الاهلي بعد ما ينتهي من برامجه العلاجيه والتاهيليه علشان يكون متاح للجهاز الفني. يلحق محمد هاني الترجي كده بقت صعب جدا، لكن ان شاء الله ماتش الاياب ممكن يلحق محمد هاني. كل شيء وارد، وكله بالمناسبه يا جماعه موضوع المواعيد بالتحديد ده مش بيبقى كلام نهائي، لان كله بيتوقف على مدى استجابه حاله كل لاعب. يعني مثلا محمد هاني عنده شد في العضله الاماميه، فعلى حسب العضله هل هتستجيب بشكل سريع، ممكن يرجع قبل 3 اسابيع، هل يتاخر بعد 3 اسابيع، تبقى على حسب كل لاعب. يعني نفس الحال بالنسبه لقفشه برضه، على حسب استجابه قفشه للعلاج، يبقوا اسبوعين، يبقوا اكتر، يبقوا اقل، يا رب. هيبقى امر مهم جدا. لكن سواء غاب قفشه او محمد هاني، احنا عندنا البدائل، عندنا قائمه متكامله من فريق النادي الاهلي. ممكن تقول لي احنا ما عندناش حد رقم 10، لا عندنا. ممكن تكون مش شايف ناصر ماهر بالاداء اللي احنا متوقعينه، لكن لعيب كبير، ممكن يلعب في المكان ده اجاييه، ممكن يلعب في المكان ده عمرو السوليه، ويبقى عندك حمدي رجع الحمد لله جنب ديانج، الاثنين يبقوا ارتكاز، والسوليه ياخد حريه شويه. حاجات كلها تكتيكيه او فنيه احنا مالناش دعوه بيها، يعني الادرى بكل هذه الامور اكيد المدير الفني مستر بيتسو موسيماني. بمناسبه بقى موسيماني، فخلينا نتكلم شويه عن الراجل، لان الراجل ده بصراحه مظلوم. هو الراجل مظلوم، لانه ايا كان بيعمل ايه، بيكسب بينتقد، بيكسب وبيعمل اداء بينتقد، بيخسر بيبقى لازم يمشي. خلي بالك يعني لو خسر موسيماني لازم يمشي، ده الكلام اللي بعض الاعلاميين وبعض الجماهير ممكن يكونوا بيقولوه دايما، من غير منطقيه بصراحه، يعني من غير منطقيه. لان ليه؟ طبيعي جدا انت بتنافس في بطولات كتير في فتره زمنيه قليله، فانت مش هتكسب كل الماتشات، انت مش هتلعب كل الماتشات حلو، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائيه الحاليه اللي بيعيشها العالم كله. مفيش فريق في العالم بيكسب كل الماتشات، ومفيش فريق في العالم بيعمل الماتشات كلها باداء ممتاز، ما بيحصلش، مش منطقي. دي كوره وانت مش بتلعب لوحدك، في انديه كتير جدا مميزه، في انديه كتير جدا تقيله، لكن لازم تبص للظروف ولازم تبقى مركز وملم باللي بيحصل. مثلا في معوقات من اتحاد الكوره كنا عايشينها وشفناها كلنا، في ماتشات كتير ورا بعض، كل يومين ماتش، شفنا الكلام ده، اصابات كتير كانت موجوده، فكان طبيعي ان يبقى فيه اهتزاز في المستوى، طبيعي ان انت تخسر ماتش واتنين، طبيعي.
لكن انت في النهايه ايه؟ انت في النهايه كله بطولات في ايدك. فانا عايز اتكلم على موسيماني كده واحده واحده، لان كفايه بقى يا جماعه مقارنات. يعني الكل يقعد يقول لك اصل فايلر في الفتره الاولى كان مدير فني عالمي، ده احنا كنا بنلعب كره حلوه قوي. لا هو بصراحه ده كان بيحصل الفتره الثانيه ما كانش حلو خالص فايلر لو نفتكر. لكن في نفس الوقت هتيجي تقارن كمان موسيماني بجوزيه، برضه هتبقى مقارنه ظالمه. فبالتالي بص للي بيحصل دلوقتي، بص شوف الفرقه نتائجها عامله ازاي، بص شوف الفرقه مع موسيماني واخدين كام بطوله، وشوف برضو الفرقه مع موسيماني خسرت كام بطوله. هل احنا خسرنا اي بطوله مع موسيماني؟ لا ما حصلش. كسبنا كام بطوله؟ 4 بطولات مع موسيماني. الراجل جه يوم بالظبط 2 اكتوبر السنه اللي فاتت، يوم 2 اكتوبر اللي فات جه، كان الدوري خلصان، فايلر مخلصه، كنا كسبنا الدوري بشكل رسمي خلاص يعني. جه دخل على طول في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، عمل ايه؟ كسب الوداد رايح جاي حلو، وكسب الزمالك في مباراه القاضيه ممكن، لو طبعا اكيد دي ما تتنسيش يعني، كلنا فاكرينها ومش هننساها وهتفضل خالده هذه المباراه بهدف القاضيه ممكن لقفشه يعني. جاب البطوله، جابها حاجه تحسب له، انجاز كبير جدا، وانسجم بشكل سريع قوي مع الفرق بشكل سريع، وده كان اختيار مناسب لموسيماني بالتحديد من الكابتن محمود الخطيب بصراحه يعني، ويعني المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي بشكل عام، ان انت تجيب مدرب يخش بسرعه مع الفرقه، اللي انت عندك دوري ابطال افريقيا، انت عايز البطوله ايا كانت الظروف. خلصت دوري ابطال افريقيا، دخلت على كاس مصر، جبت الكاس مصر بقى عندك مع مين؟ مع موسيماني. حلو، السوبر اهو موجود اهو جنبنا برضه، موسيماني جاب مع الفرقه، هو مش موجود لوحده، هو موجود المنظومه بشكل كامل يعني، كله بيكمل بعض في الاهلي. تمام، الاهلي فين دلوقتي؟ الاهلي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا بعد منافسه قويه جدا، انت بتوصل لمرحله حاسمه ومرحله مهمه باذن الله من خلالها توصل النهائي، وليه لا ما تخش البطوله، رغم برضه ان المنافسه صعبه جدا، سواء مع الترجي فريق كبير جدا جدا، او مع الوداد اللي هيلعب النهائي على ارضه، هو بنسبه كبيره صعد للنهائي عشان هيقابل كايزر تشيفز يعني. كاس العالم للانديه، انت عملت ايه في كاس العالم للانديه؟ اول مشاركه للجيل الحالي، وتاني مشاركه لموسيماني. موسيماني كان شارك قبل كده مع صن داونز وكان نتائجه وحشه جدا، خد خبرات الراجل، استخدم خبراته دي في المشاركه الثانيه ليه مع النادي الاهلي، بجيل اول مره يشارك، خرجوا من البطوله بالبرونزيه، رجعوا مصر بالبرونزيه، فده انجاز كبير جدا يحسب للراجل. صح ولا مش صح؟ صح. طيب موقف الاهلي في الدوري السنه دي ايه؟ موقف الاهلي في الدوري انه لو كسب ماتشاته المؤجله يتصدر الجدول. يعني الامور كلها في ايده. لو نفترض ان انت الزمالك دلوقتي ماشي كويس وكسبان، وانت تكسب مبارياتك المؤجله وتعادل المباريات مع نادي الزمالك، هتبقى انت فارق عن الزمالك 2 نقطة. فانت ما خسرتش اي حاجه، مفيش اي بطوله خسرتها. فبنرجو من الناس، الجمهور او بعض من الجماهير، لان في ناس كتير جدا مدركه الكلام اللي احنا بنقوله ده، وبعض الاعلاميين اللي هم بيستنوا الغلطه للاهلي، وانا عارف انا بقول لحضراتكم ايه، بيستنوا الغلطه، الخساره، التعادل للاهلي، لان هفكر حضراتكم بحاجه مهمه برضو، واستحملوني شويه في الجزء ده. لما رجعنا من كاس العالم بعد ما خسرنا من بايرن، نتيجه عاديه يعني، طبيعي ان هي تحصل، انت تخسر من بايرن، رجعت لعبت مع سيمبا هناك في سيمبا، خسرت، اول حاجه سمعتها ايه بذمتك يا شيخ؟ اول حاجه سمعتها ايه؟ قال لك موسيماني ده لازم يمشي، هو راجع بالبرونزيه وهو واخد دوري ابطال افريقيا وهو واخد كاس مصر، قال لك ده لازم يمشي. جينا عملنا ماتش عالمي في الكونغو مع فيتا كلوب، قال لك ده مدرب عالمي جدا، ده ايه الجمال ده، ايه الحلاوه، ده احنا كسبانين هناك 3-0، اول فوز للفرق المصريه هناك في الكونغو. جيت مش عارف خسرت من سموحه، ومش عارف خسرت من المحله، فقال لك لا 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 ده مفيش اداء، ده مدرب تعبان، ده مدرب لا يا جماعه. واللي يضايق ويغيظ ان تسمع الكلام ده من ناس لعبت كوره قبل كده، بتسمع الكلام ده من ناس لعبت كوره قبل كده، وبتسمع الكلام ده من ناس فاهمه في الكوره. ما هو الراجل ده مش ساحر، مش هيكسب كل حاجه، او مش هيكسب كل المباريات، هو بصراحه لغايه دلوقتي بيكسب كل حاجه، كل بطوله بنخش فيها بيكسبها. ايه المباريات الكبيره اللي خسرها موسيماني؟ نفكر بعض، هل خسر مباريات كبيره مثلا؟ لا، مباراه البايرن هي مباراه كبيره، اكبر مباراه، بس كان يعني حاجه غريبه ان احنا نخسر من بايرن؟ لا بصراحه مش غريبه، انت بتلعب مع افضل فريق في العالم بمقاومات وامكانيات غير طبيعيه.
فبالتالي الراجل نتائجه كلها ممتازه وارقامه كلها ممتازه. احنا مطلوب مننا ايه؟ احنا مطلوب مننا ايه كاعلام وكجمهور داعم ومساند للنادي الاهلي؟ مطلوب ان احنا يكون عندنا تريث في الانتقاد، ما يبقاش انتقادنا لازع بالراحه كده. اكيد هيغلط، اكيد مش هيبقى موفق في ماتش من الماتشات، اكيد ممكن يخسر بطوله بالمناسبه، لان احنا برضو مش يعني احنا مش هنكسب كل البطولات اللي في الدنيا، يعني ممكن نخسر بطوله. لكن في نفس الوقت لما يجي الاهلي يخسر، لا افتكر الفرقه دي ماشيه ازاي، والفرقه دي جابت ايه، والمدرب ده جاب ايه. بالمناسبه برضو، هل موسيماني عمل فتره اعداد مع الاهلي؟ لا، الراجل جه من الدار للنار على طول. هل موسيماني اختار قايمه ولا حاجه؟ لا، الراجل برضو جه من الدار للنار بالناس اللي موجوده، هم الناس بصراحه ممتازين، والدليل البطولات. اكيد الاهلي هيدعم برضو، انت اي فريق بطل لازم بيدعم صفوفه، لكن انا بتكلم في القايمه الحاليه اللي مكمله معانا لاخر الموسم اللي لسه مخلص، مش عارفين هيخلص امتى، 8 بقى 9 حسب ما يخلص. فبالتالي دي كلها امور تحسب للمدير الفني، ان هو ازاي عرف يتعامل مع الظروف اللي قدامه ويخرج باكبر كم ممكن من المكاسب. الاهلي لحد دلوقتي مع موسيماني ما خسرش ولا بطوله، فكفايه بقى يا جماعه ان احنا نقعد نقيم الراجل، وكل ماتش نقول ده الاختبار الحقيقي لموسيماني وينجح، ده الاختبار الحقيقي لموسيماني وينجح. ولما يجي بقى يخسر ماتش زي ما انتوا فاكرين كده السنه اللي فاتت مثلا، لما مع فايلر كنا كسبانين وعاملين ارقام قياسيه، خسرنا ماتش الدنيا قامت ما عادتش، وقال لك الاهلي ده مش نافع والاداره دي مش نافعه واللعيبه دي لازم تمشي والمدير الفني ده اصلا ما عندوش فكره، بالرغم ان كانت الارقام قياسيه. فصدقوني وحياه ربنا بجد، في ناس بتنتظر الهزيمه للاهلي علشان تستغلها فرصه ان تهدم ما تم بنائه. الاهلي بنى حاجات كتير قوي وقدر ان هو ينجح فيها، ولسه كمان ما بنشبعش بطولات زي ما احنا متفقين. عايز اقول لحضراتكم ارقام موسيماني لحد دلوقتي مع النادي الاهلي. موسيماني عمل ارقام ممتازه، لعب كام ماتش؟ 44 ماتش زي ما انتوا هتشوفوا كده على الشاشه اهو، 24 ماتش مع النادي الاهلي من ساعه ما جه يوم 2 اكتوبر. فاز في كام؟ فاز في 31 لقاء. تعادل في كام؟ تعادل في 9. خسر كام ماتش؟ 4 منهم ماتش البايرن. سجل الاهلي مع موسيماني كام جون؟ 83 جون. استقبل الاهلي كام هدف؟ 31 هدف. طيب البطولات اللي حققها موسيماني؟ دوري ابطال افريقيا، ودي اهم بطوله طبعا، اهم بطوله، وايه ما كانتش اي بطوله، دي كانت اغلى بطوله بصراحه يعني، وكاس مصر وبرونزيه كاس العالم والسوبر الافريقي. الراجل واخد 3 بطولات وبرونزيه، فدي حاجه اكثر من رائعه وارقام جيده ومجهود يشكر عليه الجهاز الفني بقياده موسيماني واللاعبين. فيعني عايزين نقفل بقى الملف ده، وارجو ان الناس كلها وهي بتنتقد، طبعا حقك تنتقد، بس ما تنساش ارقام الراجل مع الاهلي، ما تنساش انجازات الفريق ده وبطولاته. ان شاء الله الاهلي هيجيب بطولات تاني، ان شاء الله الاهلي هيشتغل على انه يفرح جماهيره دايما، اللي بتفرح اكتر ما بتزعل، وهي دي ميزه انك بتشجع النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقه الترند. يلا بي. طيب خلينا نروح نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار على السوشيال ميديا اللي بتخص النادي الاهلي. طيب نبتدي بالحساب الرسمي لكاس السوبر الافريقي على تويتر، واللي بيقول في 2020 بيصورهم اعجابا بيهم كمدربا لسان داونز، و2021 يتغنون باسمه في المدرجات كمدربا للاهلي. كلام على مين؟ طبعا الكلام على موسيماني. ولو نفتكر مباراه سان داونز لما كسبنا هنا 2 بهدفي علي معلول، ورحنا هناك تعادلنا 1-1، نفس السيناريو اللي حصل السنه دي، كان ساعتها موسيماني مدير فني لسان داونز، وفي نفس البطوله بعد ظروف كورونا وكلام من ده جه على دور نصف النهائي وقدر ان هو يفوز مع الاهلي باللقب. خلينا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل. يلا.
كانت مجازفه محسوبه بصراحه بشكل كبير جدا من مسؤولين عن الكوره في النادي الاهلي. الراجل فعلا ناجح لحد دلوقتي، ان شاء الله نتمنى له الاستمراريه ويقدم كتير للنادي الاهلي. الاهرام وحسابه من رسمي على تويتر بيقول ان الخطيب يعد لاعبي الاهلي بمضاعفه مكافئات السوبر الافريقي. اعتقد احنا شفنا تصريحات للاستاذ خالد الدرندلي، تصريحات تلفزيونيه واشار للجزئيه دي. الاهلي طبعا بيمشي طبعا طبقا للائحه الموضوعه الخاصه بالفريق الاول، لكن في نفس الوقت بيبقى في بعض الاستثناءات طبقا للظروف وطبقا لاداء الفريق وطبقا للبطولات اللي بتقدر تكسبها، وعلى حسب كمان البطوله المنافسه فيها ومدى قوتها ومدى تالقك في انهاء مباراه ممكن تكون صعبه، فبالتالي حقك ان انت تاخد مكافئات. الاهلي ما بتاخرش خالص خالص على فرقه المختلفه. الهدف دايما بيبقى ايه عند الاداره؟ الهدف ان انت تحقق لي المطلوب وتحقق لي اللي احنا اشتغلنا عليه مع بعض عشان تفرح الناس اللي وراك، دايما جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لفاصل سريع الاول، وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. طيب نكمل ترند الاهلي ونشوف ايه اهم الاخبار، وبالتحديد نروح للمصري اليوم وحسابهم الرسمي على تويتر، وبيقولوا ان في تغييرات في تشكيل الاهلي امام انبي بكاس مصر. ممكن يكون خبر منطقي شويه او بديهي يعني، لان انت بعد فتره ضغط كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت بقى عندك براح شويه بين الماتشات. يعني انت لعبت يوم الجمعه السوبر، هتلعب الجمعه لسه اللي جايه مع انبي بكاس مصر. اللعيبه واخدين 48 ساعه راحه، فدي حاجه يعني تعتبر جديدة عليهم الفترة دي، يستريحوا شوية ياخدوا نفسهم. ممكن يكون عندك استراتيجية معينة في مباراة انبي، طبعا انت عايز تكسب لان دي مباراة بطولة، بس هيبقى في حسابات معينة في التغييرات والتعديلات لان هي طبعا مباراة مهمة. هننتظر ونشوف مستر موسيماني هيعمل ايه في المباراة دي بالتحديد من حيث التشكيل. طيب خلينا نروح لخبر في الجول، والكلام هنا على واحد اسمه ارتبط بشكل كبير جدا بالنادي الاهلي بالتحديد في فتره الانتقالات الشتويه الماضيه. والكلام هنا على سيرينو، ان ده تقرير في صحيفه كيك اوف الجنوب افريقيا، واللي بتقول ان سيرينو لا يزال يريد الاهلي. وهم هنا بيتكلموا على ان اللاعب يعني عايز يروح الاهلي لان في مقابل مادي اعلى، بخلاف مقابل مادي او حاجه. واي لاعب يتمنى ان هو يلعب في الاهلي، اي لاعب جوه افريقيا يتمنى ان يكون موجود في اكبر نادي في افريقيا اللي هو النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت اللاعب عنده 30 سنه، في نفس الوقت الاهلي ممكن يكون عنده اهتمامات لسه باللاعب وممكن ما يكونش عنده اهتمامات. دي كلها امور مش مجال حديثها دلوقتي، او مش ده التوقيت المناسب نتكلم هل سيرينو هيجي او غير سيرينو هيجي ولا لا. لسه في فتره طويله على نهايه الموسم وعلى فتره الانتقالات الصيفيه المقبله، فاحنا بنعمل ايه؟ احنا عندنا ثقه كبيره قوي قوي في المجموعه اللي موجوده، اللي في ايديهم كل البطولات يفرحونا بيها باذن الله. مش هنتكلم على تفاصيل بخصوص سيرينو او غير سيرينو، لكن الاهم دايما ان احنا نكون في ظهر الفريق عشان ناخد اكبر كم ممكن من الالقاب هذا الموسم. طيب هروح لفاصل بسرعه، وبعد الفاصل هنرجع نكمل فقرات الحلقه، وعندنا كمان الترند العالمي بالتحديد بعد انتهاء مباراه الامس في نهائي تشامبيونز ليج بفوز تشيلسي على مانشستر سيتي. تفاصيل كتير جدا بعد الفاصل. يلا نروح للترند العالمي ونشوف ايه اخر الاخبار، وفي الحقيقه الاخبار كلها متعلقه بمباراه الامس، وبالتحديد هنبتدي بحساب تشيلسي على تويتر، وبيتكلموا على تصريحات طبعا توماس توخيل اللي عمل مباراه كبيره قوي قوي قدام جوارديولا امبارح. في اعتقادي الشخصي ان جوارديولا اهدى المباراه من بدايتها لتشيلسي، لان هو يعني لعب من غير واحد ديفندر حقيقي في نص الملعب، يعني ما لعبش رودري او حتى فرناندينو يدافعوا شويه. هو الراجل نزل بكل المهاجمين تقريبا، كل الناس اللي هم عندهم مواصفات هجوميه، فده صعب شويه من المأموريه. وقدر تشيلسي انه يتعامل بذكاء جدا من خلال توخيل ان هو كمان يخرج ببطوله مهمه جدا. قال احببت فكره اننا لسنا مرشحين للفوز بالبطوله، وما كناش مرشحين بصراحه، لان احنا كنا عارفين ان تشيلسي كان عنده فرانك لامبرد مدير فني شاب، فالامور بالنسبه له ما كانتش ماشيه بشكل كويس. تمت اقالته وتم التعاقد مع توماس توخيل جاي في نص الموسم، فطبيعي ان هو ما يبقاش فريق مرشح للبطوله، لكن مع ذلك قدروا ان هم ياخدوا اللقب في النهايه بعد مباراه كبيره مع فريق وخصم كان نسب فوزه بالبطوله اكبر من تشيلسي وهو مانشستر سيتي. قال الراجل بيعترف، يعني بيقول لك في فارق كبير جدا ما بيننا وما بينهم على مانشستر سيتي يعني، ولازم نتقبل ده، لكن
احنا قمنا باستعدادات وكنا ندرك صعوبة المباراة. قال كان علينا ان نقاتل من اجل بعضنا البعض وهذا ما فعلناه، واوضح انه يتفائل ويتشائم قبل المباريات، وقال حصلت على هذا الحذاء كهديه من رئيس باريس سان جيرمان، ووعدت طاقم التدريبي في العام الماضي انني سارتديه حين نصل للمباراه النهائيه. ولما وصل المباراه النهائيه قدام البايرن هو نسي ان هو يلبس الحذاء، فبالتالي لبس المباراه بتاعت امبارح وفازوا يعني. فالراجل بيعترف ان هو بيتفائل وبيتشائم لسه طبعا مع الفرحه الكبيره لتشيلسي. ونروح لحساب سكواكا للاحصائيات على تويتر، واللي بيقول ان سيزر أسبيليكويتا قائد تشيلسي وطبعا اللاعب الاسباني الشهير هو اول لاعب اسباني يرفع كاس اوروبا كقائد لفريق غير اسباني، يعني اول لعيب بره يلعب بره اسبانيا وهو اسباني ويكون كابتن فريق خارج اسبانيا ويكسب دوري ابطال اوروبا، اول مره تحصل في التاريخ. طيب خلينا كمان دي بعض التصريحات طبعا سيزار أسبيليكويتا. خلينا كمان نروح لحساب دوري ابطال اوروبا على تويتر، واللي اشاد بالمستوى اللي قدمه انجولو كانتي عامل مباراه برده امبارح يعني ممتازه، لعيب غريب يعني ما شاء الله عليه. كانتي خلال المباريات الاخيره في دوري الابطال مع تشيلسي كان رجل المباراه في ايه بقى؟ رجل المباراه في مباراه اتلتيكو مدريد بدور 16، رجل مباراتي الذهاب والاياب في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد، ورجل مباراه النهائي امام مانشستر سيتي، فهو بالتالي هو رجل البطوله نفسها يعني افضل لاعب في البطوله اعتقد انجولو كانتي بالاداء والمستوى الممتاز ده. ففي الحقيقه كانتي حقق كمان القاب كتير جدا سواء مع منتخب بلاده او مع الفرق اللي لعب معاها سواء ليستر سيتي او كمان تشيلسي. طيب دي كانت بعض الاخبار اللي بخصوص مباراه الامس. خلينا نروح ناخد تفاعل حضراتكم مع السؤال المهم قوي بتاع حلقه النهارده، وده الاهم بالنسبه لنا، وهو رايكم في مشوار موسيماني مع الاهلي لحد دلوقتي. نبتدي بعادل ابو السعود، وقال موسيماني حقق مع النادي الاهلي 4 بطولات وبرونزيه العالم للانديه في مده لا تتجاوز 8 شهور، وهو انجاز غير مسبوق بين المدربين في العالم. انت لخبطتني كده، احنا حققنا ايه مع موسيماني؟ حققنا كاس مصر، حققنا دوري ابطال افريقيا، حققنا السوبر، صح؟ في حاجه تاني؟ مفيش بقى غير برونزيه، يبقى هما 3 ألقاب مع موسيماني وبرونزيه كاس العالم للانديه. طيب حماده حبيب اداء محترم جدا، ان شاء الله يكمل على هذا المستوى ويتم التجديد ليه لتركيز مع الفريق اكتر. ومهم قوي ان احنا نحتفظ بقى بالمدربين، ان احنا النادي الاهلي مش طبيعي ان احنا كل سنه نغير، طبقا طبعا بيبقى كله للظروف، لكن مهم قوي الجزئيه دي. طيب خلينا كمان نروح لرنا احمد، وقالت اداء جيد جدا بالنسبه للبطولات اللي اخذها في فتره تعتبر مش كبيره، وبيعرف يقرأ الخصم كويس وبيقدر يتعامل معاه وبيقدر يهيئ اللعيبة للظروف بشكل كويس برغم الضغوط، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله تعالى. مصطفى كرم قال أداء جيد جدا والبطولات الذي فاز بها الأهلي تشهد على ذلك، ده حقيقي. طيب خلينا كمان ناخد أدهم المور، وبيقول موسيماني مدرب كبير وإحنا كجمهور النادي الأهلي بنثق فيه، وإن شاء الله العشرة يا بيتسو. ولاء احمد قالت لحد دلوقتي ماشي كويس وربنا يوفقه في الماتشات اللي جايه باذن الله يكون موفق هو ولعبته. خلينا كمان ناخد شاديه احمد، واللي بتقول بحس انه والدهم وخاصه لما بيحضنهم بعد الماتش وانه لسه عنده كتير، بس اجهاد وارهاق اللاعبين مش مدياله الامكانيه، بس ان شاء الله الالقاب على ايده هتزيد مع روح اللعيبه. ناخد اخر تعليق سريعا، ضياء الدين محمد او ضياء الدين محمود قال مش مدرب مرحله، ده مدرب مشروع، واتمنى يتوفر له كل سبل النجاح والتدعيمات اللي هو شايف انه محتاجها، وباذن الله نحقق العشره والحاديه عشر كمان باذن الله يا ضياء، وان شاء الله الاهلي يفرحنا اكتر واكتر بالقاب كتير خلال الفتره اللي جايه. دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء.